السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب 25، أهلا وسهلا بكم في منصة نتعلم. زي ما وعدتكم في الحصة التقديمية الأولى أو في التعريف الأول، إن احنا في مبادئ هنمشي عليها، أسباب التفوق. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالمحاضرة التأسيسية الأولى في البلاغة. يعني يا أستاذ أنت هتقول حاجة جديدة. بص حبيبي كده، البلاغة دي عاملة مشكلة كبيرة جدا، وخصوصا لطلاب تالتة ثانوي. يعني أنا بأفاجأ إن في ناس في تالتة ثانوي متعرفش تفرق بين التشبيه والاستعارة. وعلى فكرة في أفكار كتيرة جدا، قوانين كتيرة جدا في البلاغة. طبعا أنا سامع الناس بتقول لي قوانين، هو في قوانين في البلاغة؟ هتعرف الكلام ده إن شاء الله معانا بإذن الله. فخلي بالك معايا كده، أولا طلع كراسة، امسك قلم وابدأ اكتب معايا كل كلمة هتسمعها جديدة عليك، لأن هذه القواعد هي الأساس الأول لفهم البلاغة وفهم الأسئلة المتحررة في النصوص. فخلي بالك بالله عليك، لأن البلاغة لعب عليها السنة دي في امتحان 24، وطلع بعد المحاضرة إن شاء الله طلع كل امتحانات البلاغة المتعلقة بالصور البيانية والمحسنات، وابدأ حلها، لأن احنا لينا منهج تاني في ثالثة ثانوي. أمال أنت هتقول لنا إيه يا أستاذ؟ هنراجع الحاجات اللي احنا أخدناها في سنة أولى وسنة تانية مع بعض الأسرار هكشفها لك، وباقي السنة إن شاء الله هكشف لك أسرار وقوانين كتيرة جدا هتعجبك وهتبقى من الأوائل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما أنت عارف كده إن البلاغة عندنا علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. أنا النهاردة هتكلم كده بسرعة على الصور البيانية، وهتقول لي يا أستاذ أنا عارف الصور البيانية، أنت هتتكلم عن التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل. هقول لك أيوة فعلا أنا هتكلم عنهم، بس خد بالك في حاجات معينة هنركز عليها هتساعدك في فهم النصوص المتحررة، وأيضا هتساعدك في فهم البلاغة وإزاي تقدر تجاوب سؤال البلاغة بمنتهى البساطة واليسر. يعني لو تتخيل معايا ان الصور البيانية عندي الالوان البيانية اللي هو الخيال الجزئي، يا جماعة خلي بالك في خيال جزئي والصور الجمالية، الصور البيانية، الصور الخيالية، دي حاجات خلي بالك منها. طيب بالنسبة للتشبيه، طبعا انت عارف ان انا بعقد مشاركة بين شيئين. هتقول لي يعني يا استاذ؟ بص يا فندم كده، يما اقول لك الجندي مثل الاسد في الافتراس، هتقول له استاذ ايه الامثله السهله دي؟ ده هو اصلا في الامتحان بيجيب اسئله اصعب من كده، بيجيب ابيات شعريه اصعب من كده. هدربك عليها وهخليك تعرف تجاوب ازاي سؤال البلاغه. اولا كده نتفقوا مع بعض، خد بالك معايا ان الجملة اللي قدامك ديت انا شبهت الجندي بالاسد، خلاص كده. وعندي اربع اركان، الركن الاول ده بيقولوا عليه مشبه، الركن الثاني مشبه به، انا شايف ناس قاعدة. راجع معلوماتك بالله عليك، اوعى تعتقد انك انت هتسمع حاجات جديدة، خد بالك. وعندي اداة التشبيه مثل، وأداة التشبيه مثل دي فيها مشكلة كبيرة جدا هنتكلم عنها وهدربك عليها. ووجه الشبه يبقى كم مربع؟ أربع مربعات عندي، خلاص كده. خلي بالك المشبه والمشبه به دول يعتبروا ركنان أساسيان. يعني يا أستاذ يعني ما ينفعش أي تشبيه إلا بيهم، لان انا لو حذفت واحد منهم هيتحول للون بياني تاني هنعرفه دلوقتي اللي هو الاستعارة. بعد كده عندك مثل اداة التشبيه ووجه الشبه. اداة التشبيه ووجه الشبه دول بيسموهم ركنين
خلاص كده حبايبي ثانويين، يعني ايه؟ يعني ممكن استغني او احذف واحده فيهم. طيب يبقى الجمله اللي قدامي ديت تشبيه مفصل. يعني ايه مفصل يا استاذ؟ انا ذكرت المشبه والاداه مع المشبه به وجه الشبه، اربع اركان، يبقى هنا تشبيه ايه؟ مفصل. على فكره يا جماعه ممكن طلاب اولى ثانوي وثانيه ثانوي يستفيدوا بالمحاضره دي. طيب تعالى كده معايا، لو قلت لك الجندي مثل الاسد، ايه اللي ناقص؟ ايوه استاذ، ناقص هنا وجه الشبه. جميل يا ابني. طيب الجندي اسد في الافتراس، ايه اللي ناقص؟ ناقص الاداء. يبقى الوجه الشبه مش موجود، أداة التشبيه مش موجودة، يبقى التشبيه ده بنسموه مجمل. مجمل أزين ماضين بديع، بدأت معاك من تحت خالص من الصفر. طيب لو حذفت الأداة مع وجه الشبه، الجندي أسد، حذفت الأداة مع وجه الشبه، يبقى التشبيه يا شباب اسمه بليغ. تشبيه بليغ. هتقول لي يا استاذ ما انا عارف الكلام ده. شاطر يا ابني، خلي بالك معايا من حاجات جديده هتسمعها ان شاء الله. يبقى كده لغايه دلوقتي انا قلت كام حاجه؟ ايوه، تشبيه مفصل، ذكرت الاربع اركان، تشبيه مجمل بحذف الاداء او بحذف وجه الشبه، تشبيه بليغ بحذف الاداء مع وجه الشبه، وهنعرف الكلام ده كويس جدا في التدريبات اللي جايه ان شاء الله. طيب بعد كده مالها بقى ادوات التشبيه يا استاذ؟ بص حبيبي خلي بالك بالله عليك، ادوات التشبيه عندي ممكن الاداه تبقى اسم، ممكن تبقى فعل، وممكن تبقى حرف. ليه؟ عشان انا سامع ناس دلوقتي، الله ده احنا عارفين يا استاذ ان ده التشبيه الكاف وكأن ومثل. لا يا حبيبي خد بالك، ودي من الحاجات اللي ممكن يوقعك فيها في امتحان 25 ان شاء الله، خلي بالك مش هتقع باذن الله. طيب يعني ممكن يبقى الاداه مثل، مثيل، مماثل، شبه، شبيه، الكلمات اللي قدام حضرتك يا ريت تخلي بالك منها واكتبها في الكراسه عندك. طيب ممكن يبقى أداة تشبيه فعل، يماثل، يشابه، يحاكي، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. أيضا ممكن يبقى أداة تشبيه حرف زي ما احنا اتكلمنا. طيب ايه تاني عايز تقولهولي؟ بص كده معايا، العلم كالنور في هداية الناس. يلا كده، أدي المشبه وده أداة التشبيه، وده وجه، وادي المشبه به، وده وجه الشبه. خلي بالك عشان وجه الشبه بيعمل مشاكل كتيره جدا للطلاب. هقول لك تعرف ازاي وجه الشبه ان شاء الله. طيب بعد كده طبعا خلاص انا سامع الناس بتقول المشبه العلم والمشبه به النور، واداه التشبيه الكاف يا استاذ، وجه الشبه اللي هو الهدايه. وزي ما احنا اتكلمنا قلنا التشبيه مفصل، مجمل، بليغ، تمثيلي، ضمني. خد بالك معايا بالله عليك، المفصل والمجمل والبليغ ده بيقولوا عليه تشبيه مفرد، يعني كلمة بكلمة، خد بالك. لكن التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني، يبقى التشبيه المفصل والمجمل والبليغ بنقولوا عليه تشبيه يا شباب. ايوه انا سامع الناس بتقول لي خلاص مفرد يا استاذ، نتفقوا مع بعض. خد بالك عشان في مصطلحات بلاغيه بيلعب بيها وضع الامتحان. لو سمحت ركز معايا واكتب كل كلمه بقولها لك. طيب التمثيلي والضمني ده بيقولوا عليه تشبيه مركب، يعني في كلام كتير، خد بالك بالله عليك. ده اول معلومتين تخلي بالك منهم كطالب ثالثه ثانوي. ليه يا استاذ؟ لان عندنا الصوره المركبه والصوره المتداخله، فخلي بالك بالله عليك عشان ما تتلخبطش بينهم وبين التشبيه المركب. طيب ايه كمان يا استاذ؟ بص يا فندم،
نيجي بعد كده خلاص عرفنا التشبيه المفصل يا شباب، بيبقى يذكر فيه الاربع اركان خلاص كده، زي الراجل ابن الرومي بيقول يا شبيه البدر في الحسن خلاص كده، يبقى التشبيه هنا خد بالك معايا مفصل، يعني ذكر الاربع اركان، والتشبيه المجمل خلاص يا استاذ بحذف منه الاداء او وجه الشبه زي الامثله اللي موجوده قدام سيادتك. طيب التشبيه البليغ من اهم الصور الخياليه او التشبيهات، التشبيه البليغ، وهنجده كتير جدا في المنهج بتاعنا خلاص كده، وبيسال فيه وضع الامتحان، وعلى فكره هكشف لك سر خطير جدا، لعبه لعبها وضع الامتحان ضيع درجات كتيره جدا السنه دي من زمايلك في امتحان 24. هقول لك الفكره دلوقتي. بص يا فندم، طبعا التشبيه البليغ احنا اتفقنا ان التشبيه البليغ بحذف ايه؟ الاداة مع وجه الشبه. شاطر يا ابني. طيب يا ترى ايه الصور اللي بيأتي بها التشبيه البليغ؟ يعني يا استاذ اعرف ازاي ان ده تشبيه بليغ؟ التشبيه البليغ معلش هيبقى لازم شوية تبقى شاطر شوية في النحو، بس احنا هنبسطها في الجدول اللي قدامك. لو قلت لك المؤمن مرآة اخيه، ايوه انا سامع ناس بتقول لي المؤمن دي مبتدا ومرآة خبر. شاطر يا ابني. يبقى اذا ده تشبيه بليغ، يبقى اول صوره من صور التشبيه البليغ انه ياتي على صوره المبتدا والخبر، ركز لو سمحت. طيب وممكن التشبيه البليغ ياتي بصوره الحال وصاحبها، يعني ايه يا استاذ؟ بص كده، لما اقول لك هجم الجندي على العدو اسدا، واجي اقول لك اعرب لي يا ولا كلمه اسدا، هتقول لي هجم فعل ماضي مبني على الفتح والجندي فاعل مرفوع على رفعه الضمه وعلى اسم حرف جر وعلى العدو اسم مجرور، وهتقف عند اسدا. طب اسالك سؤال، كيف هجم الجندي على العدو؟ هتقول لي هجم كانه اسد يا استاذ. شوف انت قلت ايه؟ كانه اسدا خلاص كده. يبقى اسد هنا هتعرب حال خلاص كده، عايز يقول ايه؟ طب اين صاحب الحال؟ اين صاحب الحال اللي هو الجندي؟ يعني عايز يقول لك ان الجندي اسد، الجندي اسد. طيب اعرف الحال ايه يا استاذ؟ دايما بيبقى منصوب. يبقى الصوره الثانيه انه ياتي على صوره الحال وصاحب يعني. طيب وايضا ياتي على صوره المفعول المطلق. ايه المفعول المطلق؟ اخدته زمان وانت في ابتدائي خلاص كده. بص كده، تفوق الطالب تفوق العباقرة، يبقى تفوق هنا هتبقى مفعول مطلق منصوب، يبقى تفوق تفوق، يبقى دي صورة المفعول المطلق، يعني تفوق الطالب مثل تفوق العباقرة. طيب وزيها بالظبط كده، اسرع الحصان إسراع الطائرة مثل إسراع الطائرة. نأتي بعد كده لإضافة المشبه، يأتي التشبيه البليغ بإضافة المشبه به للمشبه إزاي؟ ودي بقى يا حبيبي خلي بالك، لأن الفكرة دي ركز عليها في امتحان 24 وكمان في امتحانات السابقة، فركز كده معايا وخلي بالك معايا. إيه يا أستاذ؟ أنا عايزك تقول لي نور العلم، يجي هو يقول لك ما نوع الخيال في كلمة نور العلم؟ يعني إيه يا أستاذ بإضافة المشبه إلى المشبه به، أو بإضافة المشبه به للمشبه؟ أنا شبهت إيه وإيه بإيه يا أولاد؟ العلم بإيه؟ العلم بالنور صح؟ يبقى العلم مثل النور خلاص كده. بعرفه ازاي ان ده تشبيه؟ بعرفه ازاي ان ده تشبيه بليغ؟ بعمل مقص، يعني مصباح الحضارة، اعمل لي مقص لو سمحت. الحضارة مصباح، الحضارة مثل المصباح، نفعت الجملة، يبقى ده تشبيه.
طيب لو ما نفعتش يا أستاذ هتبقى استعارة مكنية، ودي هنعرفها دلوقتي حالا. طب اديني مثال، الحقني بمثال. بص كده، يما اقول لك باب الرزق اعمل مقص. الرزق باب، الرزق مثل الباب، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى دي مش تشبيه، دي استعارة مكنية. وعلى فكرة الفكرة دي اعتمد عليها في امتحان 24 وفي امتحانات سابقة. خد بالك بالله عليك من التشبيه البليغ بالإضافة، كيف تفرق بين التشبيه البليغ بالإضافة والاستعارة المكنية؟ ادي اول قانون بكشفه لك في 25. طيب ايه كمان يا استاذ؟ احيانا يجيب لك المشبه اسم إن، يعني إنك شمس، إنك مثل الشمس. ده صورة من صور التشبيه البليغ، نخلي بالنا منها بالله عليك. خلاص حبايبي؟ طيب بعد كده خد بالك معايا كده، في سر امتحان هكشفهولك دلوقتي. من ضمن الصور او صور التشبيه البليغ ان الراجل يجيب لك بيت شعر زي اللي موجود قدام حضرتك ده. ما احنا سيبنا بقى الجندي مثل الاسد والكلام ده، خلاص هنبدأ بقى واحدة واحدة عشان نتعود على الابيات الصعبة اللي قد تفاجأ بها في الامتحان. فخلي بالك معايا، الراجل بيقول ورفرف روح غريب الجمال بأجنحة من ضياء القمر. فين التشبيه في البيت ده؟ بص كده انا اسهل عليك كده واقول لك اجنحه من ضياء القمر. طيب نوع التشبيه هنا ايه؟ بليغ يا فندم. طيب ازاي يا استاذ؟ ماشي، اجنحه مثل ضياء، يبقى هنا تشبيه بليغ. امال مين دي حطها لي ليه هنا؟ ما عشان يوقعك يا ولد. من هنا حطها لك عشان يوقعك. امال ايه يا استاذ؟ دي يا حبيبي اسمها من البيانية، جديدة خلي بالك منها، اكتبها في الكراسة لو سمحت. يبقى من هنا بيانية، يبقى التشبيه بليغ. ده برضو صورة من صور التشبيه البليغ. احيانا يأتي التشبيه مقلوب. ازاي مقلوب يا استاذ؟ بص كده اقرأ البيت ده كده، ولست أحب الوردة إلا لأنه يشابه خد الحب والحق ما أبدي. يعني إيه الكلام ده أستاذ؟ إيه البيت الجميل ده؟ هو عايز يقول إيه؟ أيوة أنا شايف ولد بيقول لي، عايز يقول يا أستاذ إن الورد ها شبه خد حبيبتي. الله، ايه ده؟ هو المفروض اقول ايه؟ المفروض اقول الخد مثل الوردي، ولكن هنا التشبيه مقلوب. وخلي بالك بالله عليك، برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن يوقعنا فيها في الامتحان. طيب من انواع التشبيه ايضا يا سادة يا كرام، التشبيه التمثيلي. ايه تشبيه تمثيلي دي يا استاذ؟ ولا ما انت عارفها. التشبيه التمثيلي بشبه حالة بحالة. يعني يا استاذ بتقول هجم اللاعب على خصمه في حلقة المصارعة كما يهجم الاسد على فريسته في الغابة. جملة وجملة بينهم اداة تشبيه، يبقى ده اسمه تشبيه تمثيلي. جميلة دي؟ جميلة دي، سهلة جدا ما فيهاش أي مشاكل. طيب مثال أصعب شوية يا أستاذ، مثال أصعب شوية يا أستاذ. حاضر يا حبيبي، بص يا ابني المثال الأصعب. الراجل بيقول إيه؟ يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. ايه يا استاذ الطلاسم دي؟ ما هو يا حبيبي الابيات الشعريه
اللي هتفاجأ بها في الامتحان نفس الكلام ده ان شاء الله بإذن الله. في قوانين كتيرة جدا هكشفها لك بإذن الله على مدى العام الدراسي. هتبقى اللغة العربية عندك مادة ترفيهية وجميلة ومش صعبة، فخلي بالك بالله عليك. طيب، فهنا الراجل ادي حالة، ادي حالة وادي حالة وبينهم أداة تشبيه. طب ايه العقاب ده استاذ؟ العقاب ده طائر. طبعا انتوا عارفين ان البيئة بتؤثر في اختيار الصورة. هو الراجل شايف العقاب ده بيطير دايما جنب قدامه فهو استخدمه. طيب عايز يقول ايه؟ عايز يقول يا فندم خدت بالك ان صورة المشبه هنا يا جماعة صورة جانبي الجيش، جيش الجانب بتاع الجيش ده، الجيش هنا وهنا، صورهم بايه؟ وسيف الدولة بينهما، وسيف الدولة بينهما، يعني ادي الجيش اهو 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 ماشي كده، وادي الجانب الثاني من الجيش خلاص كده، وادي هنا سيف الدولة خلاص كده. طيب مالهم دول يا استاذ؟ مشبه به، شبه الحالة دي، الحالة دي بعقاب، بطائر ينفض جناحيه. وده على فكرة عايز يقول ان الجيش وهو بيسير من الرهبة والقوة في حركة وفي تموج. خلاص حبايبي، ده تشبيه تمثيلي. يبقى تشبيه اخر وهو التشبيه الضمني. هتقول لي ايه كمان يا استاذ التشبيه الضمني ده؟ ايه التشبيه الضمني ده؟ الضمني يا ولا جاي من كلمة مضمون يا دكتورة، يا دكتورة اللي بتتحاكي شايفك والله. كلمة مضمون دي، مضمون يعني جاي من مضمون الكلام. بمعنى ايه؟ بص كده، انا بقول لواحد اهتم بتربية اولادك فإن الأزهار إذا أهملتها ذبلت وماتت. قولي لي كده أنت فهمت إيه؟ أيوة، أنا سامع ناس بتقول لي شبه الأطفال بإيه؟ بالأزهار. ممتازة يا بنتي، يبقى ده اسمه تشبيه ضمني. وخدي بالك التشبيه الضمني، التشبيه الضمني مش هيبقى فيه أداة، خلاص كده عشان ما تغلطيش. يبقى التشبيه الضمني هو تشبيه حالة بحالة، آسف، التشبيه الضمني هو بيفهم من مضمون الكلام. بيفهم من ايه يا اولاد؟ من مضمون الكلام. طيب، ولا تذكر فيه الأداة. زي ما احنا قلنا كده ان التشبيه الضمني يفهم من مضمون الكلام، خلاص. وفي علامة خلي بالك تعرف بيها التشبيه الضمني، ايه هي يا استاذ؟ ان دايما يكون الشطر الثاني بيبقى حكمة. يا اولاد ركز على المعلومة دي قوي بالله عليك، الشطر الثاني او باقي الابيات بتبقى حكمة. لا يعني لما قلت اهتم بتربية أولادك فإن الزهور أو الأزهار إذا أهملتها ذبلت، فإن الأزهار إذا أهملتها ذبلت، حكمة. طيب هنا الراجل جاب لنا اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. خلاص كده حبايبي، يبقى هنا تشبيه ضمني حيث شبه الحسود الذي يأكل الحسد قلبه بإيه يا أولاد؟ بالنار التي تأكل بعضها. خلاص كده حبايبي، جميل. خد بالك معايا كده، يما أقول لك ما سر جمال التشبيه، ركز معايا بالله عليك. هقول لك ثلاث قوانين تحفظهم وتمشي بيهم لغاية آخر السنة وانت مطمئن. ايه ده، هو في قوانين؟ ايوه حبيبي، طلع كراستك واكتب كل كلمه بقولها لك.
واحد. بص يا فندم، القانون الأول، الكلام اللي أنا هكتبه ده، كيف نعرف سر جمال التشبيه؟ طلع كراستك يا باشا. ازاي اعرف سر جمال التشبيه؟ يا اما اقول لك القانون الاول، يا اما اقول صفه انسان هيكون المشبه به، خلاص كده، وقدامها غير عاقل. يعني يا استاذ اديني مثال. بص كده، الكتاب صديقي. انا شبهت الكتاب بايه؟ بالصديق، صح؟ طيب يا استاذ، يبقى هنا ده غير عاقل، حطيت جنبه صفه انسان، صفه شخص، يبقى صفه انسان او شخص يعني. يبقى اذا احفظ الكلمه دي بالله عليك وما تنساهاش، تشخيص. خلاص كده اهي، تشخيص. هقولها تاني، ت ش خ يا صاد. يا استاذ ايه ده؟ معقوله هننساها؟ هتنساها. طيب يبقى اول سر جمال يبقى التشخيص. طب والسر الجمال التاني، القانون التاني، ياما يكون المشبه، بص كده، الحب نار. الحب ده معنوي. انا سامع ناس بتقول لي يعني ايه معنوي، هقول لك دلوقتي. والنار ده حاجه حسيه، حاجه ماديه. يبقى معنوي وحسي، يدينا سر الجمال بتاعهم تجسيم. اوعى تنسى بالله عليك، ده رقم اتنين، تجسيم. وعند بعض الشعراء او بيقولوا عليها تجسيد، خلي بالك عشان هندرس الكلام ده في الادب. تجسيم هو التجسيد. خلاص كده، يبقى الحب نار. نرجع بقى لسؤال البنت اللي بتقول لي يعني ايه معنوي. بص يا بنتي، معنوي معناها الحب. انت شفت حب ماشي في الشارع؟ لا طبعا. الحب كحب موجود؟ واحد، انا سامع حد بيقول لك انا بشعر بالحب يا استاذ. لا يا حبيبي، تشعر بالحب، اي نعم، تحب والدك، تحب ماما، ولكن رحت شفت حد جايب كيلو حب وجاي، يبقى ده هو المعنوي. خلاص يا شباب، اتفقنا؟ ماشي، يبقى كده تقسيم. خلاص حبيبي، اي حاجه تاني توضيح. يعني يا استاذ، يعني اما اقول لك الحب حلمنا، الحب حلم، الناس تحب بعضها، يبقى ده تشبيه. طيب الحب معنوي والحلم معنوي، يبقى توضيح. طيب واحد بيقول لحبيبته عيناك بحر، عيناك بحر تسافر فيه القلوب، يا سلام. يبقى عيناك هنا اهو، عيناك شبه العينين بايه؟ بالبحر. طيب العينين ديت حسي مادي؟ مادي. والبحر مادي، يبقى مادي ومادي توضيح، حسي وحسي توضيح. خلاص حبايبي، خد بالك بالله عليك من الكلام اللي بقوله لك ده، مهم جدا، مهم جدا. طيب يبقى نراجع تاني كده قوانين، ها، قوانين كيف اعرف سر جمال التشبيه عشان هتحل، خد بالك. ها، ايوه، انا سامع ناس غير عاقل زائد صفه انسان يبقى ادينا تشخيص، معنوي زائد حسي يدينا تقسيم، معنوي معنوي، حسي وحسي توضيح. خلاص حبايبي، التشبيه التمثيلي والتشبيه الضمني توضيح. الاستعاره، يعني ايه استعاره يا استاذ؟ حضرتك رحت المكتبة بتقول للأبلة بعد إذنك يا ميس عايز أستعير كتاب، تقول لك النهاردة يا ابني مفيش استعارة، ممنوع الاستعارة النهاردة. فأنت تقف تفكر، هو الاستعارة دي اللي احنا بناخدها شرحها لنا الأستاذ عصام في الفصل،
هو نفس المعنى الاستعارة. يبقى الاستعارة يا شباب معناها الاستلاف. طيب نتفق على حاجة تانية عشان ما تنساش. الاستعارة بتعتمد كانت في الاساس تشبيه بليغ. ايه ده واحدة واحدة عليا يا استاذ، خد بالك هقولها تاني. الاستعارة وهكشف لك سر خطير دلوقتي، خلاص كده. الاستعارة هي في الاساس ايه؟ تشبيه بليغ. طيب والاستعارة عندي نوعين، خلاص كده، الموجود في المنهج بتاعنا نوعين، مكنية وتصريحية. واحدة واحدة عليا يا استاذ، تعال نطبق. الجندي اسد، خلاص كده، جيت للمشبه به اللي هو اسد، قلت له بعد اذنك يا اسد انا هستلف منك، هستعير، هاخد منك صفة. قال لي يا سلام اللي انت عايزه يا مستر، فخدت منه كلمة مفترس، فاصبحت الجملة الجندي مفترس. ايه الفرق بين الجملة دي والجملة دي؟ الجملة دي تشبيه بليغ، والجملة دي استعارة مكنية، سين ميم، استعارة مكنية. طيب ليه يا استاذ عايز تفهمني ان الاستعارة المكنية هي صفة من صفات المشبه به؟ وسجلها عندك، وفي قوانين كتيرة جدا هتعرف بيها الاستعارة المكنية، هكشف لك بعضها دلوقتي، خد بالك معي، خلاص كده؟ جميل. طيب بص كده، المنافسة أو المناقشة نار. روحت البيت كده تلاقيت في حوار نار في البيت. ده تشبيه، صح كده ولا استعارة؟ طيب بص كده الجملة اللي جاية دي، المناقشة مشتعلة. يا نهار ابيض. مين يقول لي فين الاستعارة وفين التشبيه؟ ما واضحة يا استاذ، ما انت وضحتها. النار ديت المناقشة نار، انا شبهت المناقشة مثل النار، يبقى ده تشبيه. والمناقشة مشتعلة دي استعارة مكنية. طيب ليه استعارة مكنية؟ حذفت النار، حذفت المشبه به، جبت صفة من صفاته، اصبحت استعارة مكنية. سهلة؟ سهلة. في قوانين للاستعارة المكنية. ايه ده؟ في قوانين فعلا يا استاذ؟ والله في قوانين للاستعارة المكنية، وللأسف انت مش عارفها، بدليل انك دلوقتي بصيت وركزت قوي كده. طلع كراستك، امسك قلمك، اكتب معايا. ده بالنسبة للاستعارة المكنية، انا هتكلم على الاستعارة المكنية. في قوانين للاستعارة المكنية يا جماعة نعرف بيها الاستعارة. اقول لك قانون منهم دلوقتي. اي حرف نداء يا شباب، اي حرف نداء، وانا هقول القانون ده دلوقتي لان لعب بيه في امتحان من امتحانات الثانويه العامه الماضيه، وهقوله لك دلوقتي. حرف نداء زائد اسم غير عاقل يدينا استعاره مكنيه. ايه ده؟ معقول يا مستر؟ والله يدينا استعاره مكنيه. طب اديني مثال. يما يقول الشاعر يا سماء، يبقى يا حرف نداء وسماء اسم غير عاقل، يبقى كده ادانا استعارة مكنية. ليه يا اولاد استعارة مكنية؟ حيث شبه السماء بانسان ينادى، وحذف المشبه واتى بصفة، وحذف المشبه به واتى بصفة من صفاته اللي هي النداء. سهلة؟ سهلة. ركز معي، في قوانين تانية هقولها لك، والله مش هبخل عليك. احنا هنا في منصة نتعلم، هنتعلم كل حاجة، مش هخبي عنك حاجة، وهكشف لك اسرار كتيرة جدا قد لا تجدها في ساعات طويلة، خلي بالك معي. يبقى كده دي استعارة ايه يا اولاد؟ استعارة مكنية. طيب امال الاستعارة التصريحية؟ انت قلت لنا استاذ ان الاستعارة بتبقى مكنية. انا سامع بنت بتقول لي يعني ايه يا استاذ مكنية؟ شاطرة يا بنتي، السؤال ده جميل جدا. خلاص، مكنية يعني مخفية. بمعنى ايه؟ انا لو جيت وقلت لاخوك الصغير اللي عنده سنتين وقلت له الجندي اسد،
او الجندي مفترس خلاص كده هيجيب لك كل الحاجات اللي هو بيتخيلها انها مفترسه. بمعنى ايه؟ ممكن يقول لك شبه الجندي بالقطه، ما هو شايف القطه في البيت وشايف ان القطه دي مفترسه بالنسبه له، خلاص كده. طيب لو اكبر شويه، ولد اكبر شويه هيقول لك باسد، طيب اكبر شويه هيقول لك وحش. يبقى اذا كلمه مفترس تدل على كلمات او اشياء كثيره جدا ممكن تحل محلها مخفيه، عشان كده سموها مكنيه، خلي بالك معي. طيب الاستعاره التصريحيه يا ساده يا كرام، الاستعاره التصريحيه، معلش همسح السبوره، رجع الفيديو واكتب الكلام بقوله. طيب في الاستعارة احنا اتكلمنا دلوقتي على الاستعارة المكنية وقلنا هي اساسها كانت ايه. ايوة، واحد بيقول لي انا حذفت الاسد هناك يا استاذ، حذفت الاسد صح؟ وجبت صفة من صفاته. امال ايه اللي هيحصل يا استاذ في الاستعارة؟ ايه اللي هيحصل في الاستعارة التصريحية؟ بص حبيبي، في الاستعارة التصريحية هحذف الجندي وهصرح بالمشبه به، بيت اسد، بيت استعارة تصريحية. ايه ده بس كده يا استاذ؟ لا، خد بالك، ركز معايا واكتب الكلام اللي هقوله لك ده. بص يا فندم، يما اقول لك رأيت اسدا في الحديقة، رأيت أسدا على خط بارليف. يعني يا أستاذ عايز تفهمني إني هنا اللي حياتي في ذهنك إيه؟ طالما قلت في حديقة الحيوان الأسد العادي، ده تعبير حقيقي، لكن هنا رأيت أسدا على خط بارليف. مين اللي على خط بارليف؟ الجندي. واحد يستظرف يقول لي ما ممكن يكون فيه اسد، لا يا فندم، هو الجندي، خلاص كده. طيب مثال تاني، يما اقول لك رأيت صاروخا في الفضاء. مالها صاروخ كده؟ ركز كده على كلمة صاروخ بالله عليك. رأيت صاروخا في الفضاء، مالها؟ عادي، مفيش اي مشاكل. لكن بص كده، استخدام كلمة صاروخ برضو، هقول لك ايه؟ ألقى صلاح، كلكم عارفينه، صاروخا في الشباك. يعني عايز تقول لي ان هو هنا حذف المشبه وصرح بالمشبه به. طب ايه المشبه المحذوف؟ هتقول لي الكرة يا استاذ، حيث شبه الكرة بالصاروخ. دي الاستعارة التصريحية، وعلى فكرة يا جماعة هو بيجيبها في الامتحان واضحة، مش محتاجة كلام، وهقول لك حاجات كتيرة ان شاء الله اثناء المنهج تعرف بيها الاستعارة التصريحية. مبدئيا كده احنا عرفنا الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية، وهكشف لك بعد كده القوانين اللي هناخدها ان شاء الله في من خلال المنهج بتاعنا في الاستعارات المكنية والتصريحية. انا قلت لك ان البلاغة هتبقى سهلة بالنسبة لك. طيب تعالى كده شوية تدريبات على الاستعارة المكنية او على الصورة الخيالية اللي قدامك، يلا كده نكشف مع بعض. واحد، يما اقول لك الدنيا تبتسم، هتقول لي دي استعارة مكنية يا استاذ، صح يا ولد؟ ليه؟ لان الدنيا لا تبتسم، الدنيا ما بتبتسمش، ولكن هو شبه الدنيا بفتاة تبتسم، يبقى دي استعارة مكنية. طيب أنا سامع حد بيقول لي يا أستاذ، هقول له نعم. يقول لي طيب هو هنا، معلش يعني سر جمال الاستعارة إيه؟ هو سر جمال التشبيه
ايه ده معقوله؟ يعني سيدي جمال استعاره هتبقى تشخيص او تقسيم او توضيح. هوضح لك الكلام ده دلوقتي معايا. معي لما اقول اذا السماء بصوت الرعد ويجي الراجل في الامتحان يقول لك يا ولا ايه نوع الخيال في كلمة صوت الرعد، فانت هتقف. ليه؟ لان هيبقى هنا في حاجتين قدامك، وهو حاطط لك اختيارين او حاطط لك اربع اختيارات، منهم اختيارين انت هتفاضل بينهما، ومن ضمن الاختيارين هيحط لك تشبيه بليغ بالإضافة. خد بالك بالله عليك، والله السؤال ده لعب عليه في امتحان 24 سنة دي. خلاص كده؟ طيب يبقى صوت الرعد، ويحط لك استعارة مكنية. طيب أنا أفرق بينهم إزاي؟ ارجع معايا كده يلا. أيوه، في ناس عرفتها وقالت الاستعارة مكنية. طب أنا أسأل سؤال، انت عرفتها ازاي ان دي استعاره مكنيه؟ ارجع معايا كده. ايوه بذاكرتك. قلت هنعمل ايه في الصور اللي زي كده؟ هنعمل يا ولا مقص. خلاص كده، هقول الرعد صوت، الرعد مثل الصوت. ايه ده؟ لا 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 لا، ما ينفعش التشبيه خالص. الله، امال ايه استعاره مكنيه؟ انا سامع ناس تانية بتقول لي يا استاذ ما كلمه الرعد هنا مضاف اليه باضافه المضاف. هقول له يا ولا يا غبي، خلي بالك عشان هيضحك عليك. ما دي الفكره بتاعت الامتحان اللي ضحك بيها على الاولاد وقال لهم ابواب السعاده. ايه نوع الخيال في ابواب السعاده؟ فالعيال عملتها تشبيه بليغ. خد بالك بالله عليك عشان ما تغلطش، اول سر بكشفه لك هنا. طيب نفس الكلام فؤاد الارض، الارض مثل الفؤاد، ينفع الكلام ده؟ لا ما ينفعش. يبقى دي استعاره ايه؟ مكنيه. شاطر يا ولا، شاطر يا ولا. طيب القانون الثاني اللي انا قلته لك، ها، يا نيلو حرف نداء، ايوه ارجع معايا بذاكرتك، زائد اسم غير عاقل يدينا استعاره مكنيه. طيب سر جمالها ايه؟ شاطره يا بنتي، البنت بتقول لي تشخيص يا استاذ هيشبه النيل بانسان ينادى، ممتازه. طيب ارجو ان يكون حضرتك يعني مستوعب الكلام اللي انا بقوله، لان انا بحاول ابسط لك الدنيا. الدنيا سهله، اللغه العربيه يا جماعه سهله سهله، وما تستاهلش الهيجان اللي الطلبه عملته بعد الامتحان. امتحان ثانويه العامه امتحان صعب والله، الامتحان لو طالب شاطر في ثالثه اعدادي هيحله، وهتعرف الكلام ده ان شاء الله بعدين. خلاص يا استاذ، ما احنا عرفنا اهو، عرفنا يا مصر فيك النيل والاهرام فيها الفراعنة. ماشي يا استاذ، يا مصر ايه نوع الخيال؟ خلاص اتحفظت، اظن مش هتنساها، مش هتنسى. حرف نداء زائد اسم غير عاقل استعارة مكنية. خلاص حبايبي، ده قانون من قوانين الاستعارة. طيب بص كده السؤال الثاني اهو، باب الرزق، فاطلب مفاتيح باب الرزق. يبقى هنا ينفع اقول تشبيه بليغ؟ الرزق مثل الباب؟ لا ينفع يا فندم، بيبقى دي استعاره مكنيه، وقلت لك دي الفكره اللي اعتمد عليها الراجل في امتحان الثانويه العامه السنه دي سنه 24. ارجو ان حضرتك ان شاء الله يعني تحاول كده تطلع امتحانات وتبدأ تتدرب على هذا الكلام. بص يا فندم، تدريبات كده على الاستعارة التصريحية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
الاستعارة التصريحية ظلمات ونور، ظلمات إلى الكفر والضلال، نور إلى الهداية والإسلام. يبقى دي استعارة تصريحية. استعارة تصريحية، بص للبيت الجميل ده. خلاص كده، البيت ده فيه ثلاث استعارات تصريحية. معقولة يا أستاذ؟ طبعا انت هتجيب البيت وهتقعد تقراه من اليمين للشمال. انا هقول لك سر البيت ده ايه. خد بالك، هو الشاعر هنا حبايبي بيصف القلم اللي انا بكتب بيه ده، بيصف ايه؟ القلم. فبيقول ايه؟ احنا اللي يهمنا في الجزء البيت اول، هقراه لكم بس. عشان بيقول: يمج ظلاما في نهار لسانه. ثلاث استعارات تصريحية. شاطر يا ولا. واحد قال لي: انا يا استاذ كلمة ظلام دي شاكك انها ممكن تبقى الحبر. ممتاز يا ولد. والبت اللي جنبه بتقول لي: كلمة نهار دي هي الورقة. يا ولا يا ولا، ممتاز. ولسانه اللي هو سن الألم يا استاذ، سن الألم. يبقى هنا شبه الحبر بالظلام، شبه الورقة بالنهار، شبه سن القلم باللسان. إذن ثلاث استعارات تصريحية موجودة عندك. طيب الراجل بيقول: عسى دمعنا الصافي يلين قلوبهم ويطفئ نارا أضرمت أي إضرام. يعني إيه الكلام ده يا أستاذ؟ بص يا فندم، ويجي الراجل يسألني يقول لي: ما نوع الخيال في كلمة نارا؟ خلاص، النار اللي هو الحقد والغل، يبقى شبه الحقد والغل بالنار. يبقى دي استعارة تصريحية، حيث شبه، حذف المشبه وصرح به المشبه به. كلام واضح يا جماعة وسهل جدا، مش محتاج أي كلام تاني. أرجو ان حضرتك تركز كده، وربنا يكرمك باذن الله وتبقى من المتفوقين باذن الله. في حاجه بقى عايز اقول لك عليها يا باشا، حبايبي اولادي طلاب تالتة ثانوي، خلي بالك معايا، هتفتكر تقول: الاستاذ العشري قال لنا حاجات احنا ما سمعناهاش قبل كده. خلاص حبايبي، وللاسف بيركز عليها زميلي واضع الامتحان. انا بعلمها لك في منصة نتعلم هنا، وان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. مصطلحات بلاغية. ايه يا استاذ المصطلحات البلاغية؟ خد بالك انت كطالب تالتة ثانوي هتقع في الحاجات دي، فخلي بالك كده، ركز معايا واحدة واحدة. هقول لك ان شاء الله على مدار العام الدراسي، على من خلال المنهج بتاعنا، هنكشف حاجات كتيرة جدا خلي بالك منها. انا جبت النهاردة حاجات بسيطة منها. يعني ايه صورة ممتدة يا استاذ؟ يجيني في الامتحان يقول لك: ده صورة ممتدة من ضمن الاختيارات. وانت يا عيني قاعد في الامتحان لا عارف صورة ممتدة، ولا اللي جنبك ولا اللي وراك عارف دي ايه الصورة الممتدة دي، الا القليل. الصورة الممتدة ان انا اصور حاجة باكثر من صورة. اديني مثال. المثال واضح، شايف الأفق؟ مال الأفق؟ معتكر، أدي صورة شبهته بالمعتكر، وشبهته بأنه قريح، وشبهته أنه يغدي يغمض على الغمرات والأقذاء. يبقى إذن ده الصورة الممتدة يا أولاد، خد بالك منها بالله عليك. طيب الحاجة الثانية، صورة مركبة. أنا شايف ناس قاعدة، اكتب كل كلمة بقولها لك لو سمحت، عشان هسألك فيها وهختبرك في مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، في مجموعة كبيرة، مش عايز أبالغ وأقول لك عدد كبير جدا من الأسئلة، مش عاوز أقول رقم، على إنك تتدرب على الأسئلة الحديثة دي، خلي بالك منها بالله عليك. طيب الصورة المركبة، إيه الصورة المركبة؟ الصورة المركبة يا جماعة، بص كده للجملة دي: عالج الإسلام الفقر. فيها كم صورة دي؟ فيها صورتين. أول حاجة: عالج الإسلام، استعارة مكنية يا أستاذ دي؟ صح يا حبيبي، استعارة مكنية. طيب ليه؟ شبه الإسلام بطبيب،
يعالج. شاطر يا ولا. واستعارة مجنية تانية ان الفقر عالج الاسلام الفقر بمريض يعالج. خلاص كده اذا فيها اكثر من صورة، يبقى دي اسمها صورة مركبة. صورة مركبة. اوعى تغلط عشان في ناس هتقول لي امال ايه الصورة المتداخلة دي يا استاذ؟ ايه الصورة المتداخلة؟ الصورة المتداخلة بتكون ايه يا جماعة؟ في كلمة مشتركة بين حاجتين، بين التشبيه واستعارة مثلا. زي بص كده معايا عشان بس ايه ما تتهش مني. يما اقول لك ايه؟ يسكب الالحان نارا. بيسكب الالحان نارا، ده في نص من النصوص هناخدها ان شاء الله. يعني ايه يسكب الالحان نارا؟ فيها صورة متداخلة ازاي؟ هقول لك يسكب الالحان دي استعارة مكنية يا استاذ، حيث شبه الالحان بشيء مادي يسكب. خلاص كده ماشي. طيب والالحان نار. شاطر، ممتاز، ممتازة يا بنتي. بتقول لي ده تشبيه يا استاذ، شبه الالحان بانها نار. ممتازة. هنا كلمة الالحان اشتركت في الاستعارة واشتركت في التشبيه البليغ. اذا دي صورة اسمها ايه؟ متداخلة. خد بالك بالله عليك. طيب ايضا هناخد مع بعض ان شاء الله الصورة الكلية، والصورة الكلية دي هندرسها في المنهج بتاعنا كتجربة شعرية بإذن الله. المنهج بتاعنا يا جماعة ليه سؤال خاص بيه عن التجربة الشعرية، هناخدها ان شاء الله ونشوف مع بعض عناصر التجربة الشعرية والكلام ده. ولكن هي الصورة الكلية هي لوحة تتحقق عند الجماعة الرومانسيين والواقعيين من خلال صوت ولون وحركة، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله بإذن الله. ده داخلة في المنهج بتاعنا، فطبعا انت يعني هنركز عليها ان شاء الله في المحاضرات القادمة. طيب في صورة مبتكرة. يعني صورة مبتكرة؟ صورة جديدة ما حدش قالها قبل كده. خلاص كده، وبرضه هناخد لها نماذج ان شاء الله في المنهج بتاعنا. وفي الصورة القديمة اللي الناس كلها بتقولها، ان الفتاة زي القمر، الرجل كالوحش، وهكذا. من ضمن الحاجات اللي الطلبة بيشتكوا منها المحسنات البدعية. وعند المحسنات البدعية انا هقف شوية كده واقول لك خلي بالك. لو قلت لك المحسنات البدعية كم نوع يا ابني؟ لازم في البداية تقول لي يا استاذ ان المحسنات البدعية دي في محسنات معنوية وفي محسنات لفظية. ايه ده ايه ده؟ ايه الكلام الكبير ده استاذ؟ خد بالك كده معايا عشان بيركز على هذه الاشياء بالله عليك. خلاص كده. طيب المحسنات البدعية ممكن تسمى عموما يعني زينة لفظية، زخرف بديعي، لون بديعي، محسن لفظي او تحسين لفظي، وهكذا. احنا هنتكلم دلوقتي على المحسنات اللفظية. ايه هي المحسنات اللفظية؟ اللي بتعطي جرس موسيقي، اللي بتعطي جرس موسيقي. واحد هيقول لي يا استاذ ما انا عارف ان هي ممكن تبقى الجناس، صح كده؟ والجناس هو اتفاق بين كلمتين. خلاص كده، اتفاق بين كلمتين في اربع حاجات: عدد الحروف وترتيبهم وتشكيلهم ونوعهم. طب ما توضح لنا الكلام ده يا استاذ. بص يا فندم، في اول حاجه الجناس التام. لو الجناس التام يا جماعه لو اتفق الكلمتين في الاربع امور دول. خلاص كده. يما اقول ايه؟ بص كده يا فندم، يما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الايه الكريمه بيقول ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. في ناس بتقول لي في كلمة الساعة وفي كلمة ساعة هنا. يبقى هنا يا جماعة جناس تام. طيب
يقيني بالله يقيني، يقيني ويقيني برضو جناس تام. وعندنا أحمد شوقي بيقول وسلى مصر هل سلى القلب عنها، اسألا مصر هل نساها قلبي، فعندك سلى وسلى. اتفقوا يا جماعة في أربع حاجات، اتفقوا في أربع حاجات هقولهم تاني. بص يا فندم، واحد عدد الحروف، ركز معايا بالله عليك، عدد الحروف. يعني ايه عدد الحروف؟ عد معايا، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، خلاص كده ادي تلات حروف اهم، تلات حروف يبقى ادي اتنين، ماشي اتنين. تشكيل الحروف، يعني ايه تشكيل الحروف؟ تشكيلها، شكلها، التشكيل بتاعها. يعني ايه يا استاذ؟ بص كده، سا لا لا، السين عليها فتحه، اللام عليها فتحه، الثانيه برضو سا هل سالا، برضو السين عليها فتحه، اللام عليها فتحه. ايوه يا استاذ احنا في ابتدائي، خد بالك من الحاجات الصغيره دي بتوقع الطالب الشاطر. خلاص كده، طيب يبقى هنا ادي انت قلت لنا حاجتين، عدد الحروف وتشكيلهم. طيب ثلاثه ترتيبهم يا ولد، الترتيب. يعني الترتيب يا استاذ؟ السين جت الاول وراها اللام الف، السين جت الاول وراها اللام الف. طيب اربعه نوعهم يا ولد، خلاص كده النوع، نوع يعني النوع، سين هنا وهنا سين، ما تلاقيش الشين، خلاص كده. طيب ليه؟ ليه؟ لان لو اختلفوا في واحده من دول يبقى جناس ناقص، واحده او اتنين. ايه ده بتكلم بجد؟ اه والله. طب تعالى كده نشوف مع بعض، يلا بينا. أنا شايف الناس قاعدة مبسوطة الحمد لله. طيب جناس ناقص، طبعا خلاص عرفنا اللي هو بيختلف في عدد الحروف أو ترتيبهم أو نوعهم. طب ادينا مثال يا أستاذ كده من كل نوع. حاضر، واحد بص كده، كلمة أغترف وأعترف، شطرة. واحد بيقول له أستاذ هنا اختلفوا في نوع الحروف، هنا غين وهنا عين، يبقى جناس ناقص يا ولد، ماشي. ها طيب هنا اختلفوا في ايه؟ عالم ومعالم. ايوه انا سامع ناس بتقول لي في عدد الحروف يا استاذ، في عدد الحروف، شاطر يا ابني. طب هنا اختلفوا في ايه؟ طيب هنا اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في ترتيب الحروف، ترتيب الحروف، واخد لي بالك؟ الصفائح، الصحائف، الصاد، الصاد، ماشي. الحاء فين؟ هنا الثانية، هنا جت الآخر. الفاء هنا الآء، وهكذا يا جماعة، خد بالك بالله عليك، يبقى هنا جناس إيه ناقص. طيب لو اختلفوا في الضبط، في التشكيل يعني، تشكيل الحرف، ماشي؟ عبرة وعبرة، العين تحتها كسرة، العين تحتها كسرة، والعين فوقها فتحة، ع عبرة، هنا عبرة، يبقى جناس ناقص. طيب سر جمال الجناس ايه يا استاذ؟ يعطي جرسا موسيقيا، مش هنختلف عليها. طيب ناتي للسجع، واحد هيقول له استاذ انا عارف ان السجع هنا هو توافق الفاصلتين في فقرتين او اكثر. بص كده، يعني الأيام تدور فلا حزن يبقى ولا سرور، خلاص كده حبايبي في الفقرة الأخيرة. وهنا بيقول لك في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، خلاص حبايبي يبقى الفقرة الأخيرة اهو، اتفقوا مع بعض، يبقى ده اسمه يا جماعة، اسمه سجع. في حاجة من السجع يا جماعة اسمها الترصيع. يعني ايه ترصيع يا استاذ؟ هو ان تتضمن الجمله الواحده سجعتين او اكثر. بمعنى بص كده، فهو يتبع الاسجاع بجواهر لفظه، بص كده، الاسماع بزواجر وعظه، الاسجاع الاسماع جواهر زواجر لفظه وعظه، يبقى اذا هنا اسمه ده اسمه ترصيع، ونخلي بالنا منه. طبعا سيدي جمال السجع يا جماعه بيعطي جرس موسيقي، سر جمال السجع بيعطي جرس موسيقي. التصريع،
التصريع ده بيأتي في الشعر، وهو إني نهاية، بص كده معايا، نهاية الشطر الأول زي نهاية الشطر الثاني، سكت فغر أعداء السكوت، وظنوني لأهلي قد نسيت. ركز معايا كده وهتجد إن التاء هنا والتاء هنا، يبقى ده اسم التصريع، وده بيبقى أول بيت في القصيدة، خد بالك منه. وطبعا وبيعطي جرسا موسيقيا. طيب ايه كمان يا مستر؟ ايه كمان يا أستاذ؟ في حسن التقسيم، وحسن التقسيم هنا بيبقى تقسيم البيت إلى جمل متساوية، بمعنى إيه؟ في الطول والإيقاع، بص كده، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد، يبقى ده اسمه حسن تقسيم. تقسيم البيت بيعطي جرس أيضا موسيقي. الازدواج، وأيضا ده بيأتي في النثر فقط، خلاص كده، يعني حبب الله إليك الثبات وزين في عينيك الإنصاف. هتجد هنا إن الجمل متساوية في الطول والوزن والموسيقى، خلاص كده حبيبي. وبس خلي بالك، يعني أهم شرط في الإزدواج إن الحرف الأخير ما يبقاش شبه بعض، يعني هنا بص كده، الثبات الإنصاف، هنا تاء وهنا فاء، ده اسمه ايه؟ ازدواج. اما السجع، اما السجع فبيبقى يتفق اخر فقرة او اخر حرف في الجملة زي اخر حرف في الجملة التانية. طبعا وقيمته الفنية بيعطي جرس ايه يا اولاد؟ موسيقي. نيجي بقى للمحسنات البديعية المعنوية. يا استاذ هتفرق معايا الحاجات دي؟ طبعا هتفرق معاك، خد بالك، لان هو بيقول لك استخرج محسنا معنويا، او هيجيب لك في الاختيارات محسن لفظي محسن معنوي، فانت لازم تبقى عارف ايه هي المحسنات اللفظية، خلاص اكتبهم في ورقة كده وركز واحفظهم وافهم وابدأ حل بإذن الله. طيب نيجي للمحسنات المعنوية. عندي طباق، والطباق يا سادة كرام بيبقى يا اما طباق موجب، يعني كلمة عكسها، يا اما طباق سلبي. طيب اديني مثال، بص كده، ابيض واسود، ده طبق ايجابي. طب والطبق السلبي؟ ان يجمع بين فعلين واحد فيهم مثبت والتاني منفي، بمعنى ايه؟ والاخر منفي، او احدهما امر والاخر نهي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ايوه انا سامع الناس بتقول لي يا استاذ خلاص عرفنا، دي فعل اهو مثبت وادي الفعل الثاني ها منفي، يبقى ده اسمه طباق سلبي. فلا تخشوا الناس واخشون، خلاص كده، فلا تخشوا واخشون، يبقى هنا ده اسمه طباق سلبي. خلي بالك بالله عليك من الحاجات الصغيره دي، ممكن تقع فيها. المقابله، والمقابله بيختلف عليها كتير من الطلاب. بص كده انا جايب لك حل هيرضيك ومش هتقع فيها تاني ان شاء الله. المقابلة حبايبي غير الطباق، طباق بين كلمتين، اما المقابلة بين معنيين، يؤتى بمعنيين او اكثر، او جملة ثم يؤتي بما يقابل ذلك في الترتيب، بمعنى ايه؟ واحدة واحدة كده عشان تفهم معايا. بص اقرأ الآية الكريمة دي، هقرأها لك. ويحل لهم طيبات، دي جملة، ويحرم عليهم الخبائث، دي الجملة الثانية. بص كده معايا، يحل عكسها يحرم، لهم عكسها عليهم، الطيبات عكسهم الخبائث، يبقى الجملة دي عكس الجملة دي، يبقى دي اسمها مقابلة. خد بالك بالله عليك، خد بالك بالله عليك. طيب طبعا المقابلة والطباق بيؤدي إلى تقوية المعنى وتوضيحه. طيب مراعاة النظير، يعني مراعاة النظير يا أستاذ؟
يعني الحاجات المتعلقة ببعض. بمعنى ايه؟ في المكتب بتاعك، على المكتب بتاعك اللي بتذاكر عليه، هيبقى عليه ايه؟ هيبقى عليه كراسة، هيبقى عليه كتاب، هيبقى عليه لاب، هيبقى ورقة، خلاص كده، هيبقى عليه قلم، وهكذا. مش معقول المكتب بتاعي هيبقى عليه أدوات المطبخ، استحالة طبعا، إلا إذا كنت أنت طالب مهمل. خلاص حبايبي، خلي بالك بالله عليك وساعد مامتك في البيت، بس مش الحاجة مركونة قدامك كده اهوت، معلش يعني. طيب، فهنا ما أقول مريم تقرأ وهند تكتب، الاثنين مراعاة نظير. خلاص حبايبي، يا ما أقول لك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مراعاة نظير، اشتروا وربحت، خلاص كده. طيب، قيمة القيمة الفنية للطباق ايه؟ اللي مراعاة النظير، إثارة الذهن، إثارة الذهن، الالتفات. والالتفات يا سادة يا كرام عامل مشكلة كبيرة جدا لحبايبنا الطلاب. وطبعا معلش عشان الضمائر والنحو والحاجات دي، انا هقول لك بس ايه هو الالتفات دلوقتي، لان هو متعلق بالضمائر. ايه الضمائر يا استاذ؟ انتقال من ضمير متكلم الى الغائب، زي مثلا المثال اللي قدامك ده، انا المرء لا يثنيه. بص كده، انا ضمير متكلم، الهاء ضمير غائب، وهو نفس الشخص، هو نفس الشخص، يبقى ده اسمه التفات. طيب فايدته ايه يا استاذ؟ إثارة الذهن وجذب الانتباه. خد بالك، الانتقال من ضمير المتكلم الى ضمير الغائب او العكس، خد بالك بالله عليك. التورية كانت عاملة مشاكل كبيرة جدا لزمايلك في تانية ثانوي او انت السنة الماضية، بالرغم انها سهلة مش محتاجة مني جهد، ولكن ان شاء الله باذن الله في المنهج بتاعنا هعمل لك جدول ظريف كده لكل الكلمات اللي ممكن يجيبها لك في الامتحان على اساس انها تورية. طبعا التورية يا جماعة انه بذكر كلمة لها معنيان، المعنى الاول هو اللي بيجي بذهنك بس مش هو اللي اقصده، وكلكم عارفين بيت احمد شوقي وحافظ ابراهيم، خلاص كده حبايبي. يعني هدي لك مثال، تحت تقول لاخوك الصغير بعد العصر ما فيش ليمون، بعد العصر لا يوجد ليمون، اخوك الصغير هيقول لك ايه؟ العصر لسه ما اذنش. يبقى هو فهم كلمه العصر هنا ايه؟ ان وقت الاذان. ولكن انت تقصد العصر، عصر الليمونه نفسها، خلاص كده يعني. وفائده التوريه انها بتثير ايضا الذهن، تعمل العقل. يعني ايها المعرض عنا حسبك الله تعالى، فالمقاعد ممكن يعتقد ان انا بقول الله تعالى، خلاص كده، سبحان الله وتعالى، ولكن هو يقصد حاجه ثانيه، بيقول له اقبل يعني تعالى. خلاص حبايبي، ايضا من دروس البلاغه الاساليب الانشائيه والاساليب الخبريه، ودي عامله مشكله كبيره جدا عند زمايلك. يقول له استاذ انا ما اعرفش يعني طلبي ويعني غير طلبي. النهارده هتعرفهم لو سمحت وركز عليهم بالله عليك. اولا، ايه الاسلوب الخبري؟ الاسلوب الخبري اللي هو بيحتمل فيه الصدق والكذب واي حاجه ما فيهاش لا امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء، والكلام اللي انا هقوله دلوقتي. خلاص كده حبايبي، يا اما اقول لك خير الكلام ما قل ودل، يبقى ده اسلوب خبري ما فيهوش لا امر ولا نهي، ببساطه سهله جدا. الشاعر بيقول انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به، اسلوب خبري. خلاص كده حبايبي. طيب، والاسلوب الخبري دايما يفيد الوصف والتقرير، خلاص كده. ويقول لك ليه استخدم الشاعر اسلوب الخبر، وده هنقوله اثناء المنهج بتاعنا بالله عليك. خلي بالك معايا، انا شايف الناس، يعني ركز شويه كده معايا. طيب، يبقى الاسلوب الخبري يجي لك يقول لك لماذا اثر الشاعر الاسلوب الخبري؟
أسلوب الخبر أيها السادة يفيد الوصف والتقرير، وأن ما يقوله الشاعر حقائق ثابتة لا تقبل الشك، حاجات كده جميلة هنقولها في المنهج بتاعنا إن شاء الله. طيب نأتي للأسلوب الإنشائي، والأسلوب الإنشائي بينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي، وخد بالك عشان هدربك معايا واحدة واحدة. واحد، الطلب يا جماعة لو تلاقيت أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو نداء الناس كتبتها، خد بالك معايا عشان في تدريبات هنقولها دلوقتي مع بعض، انت اللي هتقول، يبقى أمر نهي استفهام تمني نداء، ده الطلبي. ها بنتفق وبنضع مع بعض خطوط طويلة عشان وعريضة عشان المنهج بتاعنا عشان ما تقعش. بعد كده غير طلبي، غير طلبي يعني غير طلبي، عندك غير الطلبي اللي هو المدح والذم والقسم والتعجب والرجاء والكم الخبرية. خلاص حبايبي، يبقى الاسلوب عندي ايه يا اولاد؟ طلبي وغير طلبي. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اسلوب انشائي نوع ايه؟ طلب ولا غير طلبي؟ واحد قال لي طلب يا استاذ عشان في ايه؟ نداء. طيب قولي تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، طلب يا أستاذ عشان في أمر. واستخبر الناس عما أنت جاهله، طلب يا أستاذ في أمر. خد بالك بالله عليك، الطلبي وغير الطلبي، ركز وافهم معي. طيب ايضا ولا تقولوا على الله الا الحق، طالب يا استاذ لان في نهي، لا تحسب، طلب يا استاذ عشان في نهي. نعمه اسلوب مدح غير طلبي، شاطر يا ابني خلاص كده. طيب اسال سؤال بعيد عن البلاغه شويه، تفضل استاذ، الحياء اعرابها ايه؟ شاطر يا ابني، انا سامع ناس بتقول لي الحياء هنا يا استاذ لها اعرابين، ممكن تبقى مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفعه الضمه، وممكن تبقى خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، لان ده اسمها ها مخصوص بالمدح يا جماعه، هنتكلم عنه في المنهج بتاعنا ان شاء الله. انتظروا ان شاء الله حصه النحو اساس الاعراب، هتكلم معاك، هبدا معاك من اول الاسم والحرف والفعل، وهقول لك أسرار كتيرة جدا ممكن تكون أول مرة تسمعها، خلي بالك معي. طالله ما جار الزمان ولا اعتدى، عايز تقول لي إيه يا أستاذ؟ عايز أقول لك ده أسلوب قسم يا غالي، أنا عارف والله، لا خد طالله بالله والله، خلاص كده كلها دي اساليب قسم، خد بالك يا جماعه، والتاء دي اسمها حرف جر وقسم، ولفظ الجلاله هناخده في الامتحان، هناخده في المنهج بتاعنا، هيبقى مبتدا مرفوع محلا مجرور لفظا، خد بالك بالله عليك، والخبر بتاعه هيبقى محذوف، هكشف لك اسرار كتيره جدا هتبقى سبب في نجاحك وتفوقك ان شاء الله. طيب ما اجمل السماء، اعرفه يا استاذ ده اسلوب تعجب، يبقى طلبه ولا غير طلبي؟ شاطرة ممتازة يا بنتي. طيب في اسلوب تاني يا شباب، اللي هو الاسلوب الخبري لفظا وانشائي معنى، ده دايما بيبقى غرض الدعاء. خلاص حبايبي، زي ما اقول لك جزاك ربك خيرا، يلا كده مع بعض هسأل كم سؤال عشان ننهي المحاضرة بتاعتنا. الراجل بيقول وماء يضارع خيط السقاء، خلاص كده واحد يقول لي انا في البيت ده عايز اسالك فين اداه التشبيه، فاكر في بدايه الحصه؟ يبقى يضارع يا استاذ، يبقى الماء مثل خيط السقاء، يبقى اذا هنا ده تشبيه مجمل ولا بليغ ولا طالما في اداه تشبيه والمشبه موجود، مشبه به موجود، يبقى ده اذا تشبيه مجمل ولكنه حذف وجه الشبه. قال الشاعر يقولون إن القبر داج فناؤه،
يضارع ليلا فجره ليس بيطلع. يعني ايه يا استاذ؟ طبعا هنا حبايبي التشبيه خد بالك، يقولون ان القبر داج فناؤه زي الليل اللي فجره ما بيطلعش، يبقى ده تشبيه حالة بحالة، يبقى تشبيه ايه؟ شاطر يا ابني، تشبيه تمثيلي ممتاز. خلاص عرفنا الكلام ده. ولست احب الورد الا لانه يشابه خد الحب والحق ما ابدي، يعني انا بحب الورد عشان شبه خدود او خد حبيبتي. ماشي يا استاذ، يبقى ده تشبيه على فكره. طبعا احنا يعني التشبيه هنا مقلوب واتكلمنا عنه. طبعا هنا خلاص اعترف واعترف المحسن البديعي، طبعا جناس ناقص. خلاص حبايبي هنا زاد ومعاد. هتقول لي يا استاذ ده ايه؟ ايوه، فان تقوى الله افضل، فان تقوى الله افضل زاد وافضل، وهكذا. يبقى زاد ومعاد، يبقى الجملتين في اخر حرفين شبه بعض، هيدينا ايه؟ هيدينا سجع. بص كده، شاني قدر شاني، قدر شاني. يعني ايه قدر شاني؟ قدر مكانتي، قدر مكانتي. طيب، ولا قالوا فلان قد رشاني. يبقى هنا شاني ورشاني. يبقى خد بالك بالله عليك، حسيبك انت تقول لي ايه المحسن البديع هنا. طبعا هنا في طواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قربي قريبا على بعدي. يبقى هنا هيدينا ايه يا جماعة؟ الجملتين هنا مقابلة. طبعا اول ما تشوف فصلات زي كده اعرف ان هنا في حسن ايه؟ تقسيم. خلاص حبايبي، انا يعني بحاول اجمع لك كم كبير جدا من المعلومات عشان تقدر تراجع وتقدر تحط الحجر الاساس بتاعك للمنهج بتاعنا ان شاء الله. في المقام الحلوانية بيقول الراجل عيسى بن هشام ثم عمد الى رأسي يغسله والى الماء يرسله. اهو الهاء والهاء، يبقى ده اسمه يا جماعة سجع. يا اولاد شاطر يا ابني. يا مصر هل، خلاص اسألك سؤال، يا مصر نوع الخيال هنا استعارة مكنية. شاطر يا ابني، وانت بقى تدور لي على المحسن البديع ايه. خلاص حبايبي، هنا بقول هشت لك الدنيا فما لك واجب، وتبسمت فعلام لا تتبسم. خلاص كده حبايبي، خد بالك معايا كده، وتبسمت لا تتبسم. ها ممتاز، طبق طبق. ايه طيب، اجاب ولا سلب؟ شاطر، سلب، لان هنا الفعل ونفى. خلاص عرفنا اللي هنا الضمير متكلم انا، ثم انتقل الى ضمير المخاطب. خلاص حبايبي، طيب نفس الكلام هنا، فيا صخرة استعارة مكنية. هنا مين يقول لي نوع المحسن البديع يا جماعة هنا؟ فإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. بس خد بالك، حاربوا سالموا أذلوا أعزوا عزيزا ذليلا. يبقى شاطر يا ولد، مقابلة. خد بالك من الحاجات الصغيرة اللي هيوقعك فيها في الامتحان طبعا، وهو ان شاء الله يعني بقدر الامكان مش هيحط حاجة تحتمل اجابتين. هنا كم تشتكي وتقول انك معدم، والارض ملكك والسماء والانجوم. خد بالك من كلمة، ايوه الميم هنا ودي الميم هنا، يبقى ده ايه يا اولاد؟ ايوه هيبقى، اسف، هيبقى تصريع. زيها بالظبط الراجل بيقول ودع هريرة ان الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا ايها الرجل. يبقى مرتحل ورجل، اللام هنا
واللام هنا يبقى ده اسمه تصريع. نفسي مرجل وقلبي شراع. قلبي شراع، قلبي مثل الشراع، يبقى ده تشبيه يا جماعة، تشبيه بليغ. خلاص اصبر على كيد الحسود، يبقى ده تشبيه ضمني. خلاص عرفنا الاستعارات التصريحية هنا، ركز بالله عليك وخلي بالك منها. وده باب الرزق اتكلمنا فيها قبل كده، استعارة مكنية. وبكده يبقى انتهينا من المحاضرة التأسيسية للبلاغة، يعني وضعنا خطوط عريضة على دروس البلاغة اللي تم دراستها قبل كده، وكشفت لك أهم الأسرار اللي ممكن يوقعك وضع الامتحان. لسه في أسرار كتيرة جدا هكشفها لك إن شاء الله على مدار السنة الدراسية من خلال النصوص اللي مقررة علينا ومن خلال النصوص المتحررة. هنتعلم مع بعض ازاي اجاوب سؤال النصوص، هعرف العلاقات، كل ده ما اتكلمتش عنه ولكن هنتكلم عنه في المحاضرات القادمة بإذن الله. اتمنى ان تكون استفدت من هذه المحاضرة، وكل عام وانتم بخير، وتمنياتي لكم بالنجاح والتفوق. معكم الأستاذ عصام العشري، منصة نتعلم، وانتظرونا في محاضرة فن وأسرار الإعراب. هنتكلم عن الكلمة، أقسامها، اسم، حرف، فعل، كل حاجة بتتعرب إيه، كل ده إن شاء الله هكشفه لك المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.